يا مساء الفل والجمال والصحه والسعاده على احلى واجمل والطف ناس في الدنيا. حبايبي الغاليين، يا رب دايما متجمعين، واهلا بيكم في حلقه جديده لذيذه جدا. النهارده طبعا يوم الاثنين واكلاتنا صحيه، بس عايزه اقول لكم النهارده يعني اكلات تمشي كده وتمشي كده. زي ما قلت لكم احنا اكلاتنا الصحيه شهيه جدا، فحلقه النهارده مميزه قوي ووصفاتها ما تتفوتش. فعلشان كده بعد الفاصل اقعدوا واستنونا. ايه رايكم بس يعني اديكم نبذه على اللي انا هعمله النهارده؟ عدوا ورايا. ستيك بالثوم الاعشاب، ماشي؟ مش عايزه اقول لكم بقى ده هيتقدم مع ايه، مع شويه بطاطس. بصوا طبق مطاعي، ما تقولوا لي ازاي يا فيفا مش اللحمه بتبقى مدهنينه؟ ما انا جايه اقول لكم بقى، يعني استنوا بس لما اقول لكم بقيه المنيو عشان احمسكم. خلاص عندي هنا كمان بودنج خطير بالشوفان والشوكولاته، حاجه كده غرقانه شوكولاته في شوكولاته. هتقولي ايه ده شوكولاته وصحي؟ هو ده اللي عندي بقى، هو ده اللي عندي. وهو ده يا جماعه المميز، ان احنا ناكل اكل حلو قوي 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 ولكن دهونه قليله. طبعا هتقولوا لي الستيك يعني دهون، طب وحد قال ان دهون اللحمه وحشه؟ بالعكس، ده دهون اللحمه حاجه صحيه، ولكن مش اي دهون. يعني حته اللحمه اللي عندي دي اوكي، لما اسويها في الدهون بتاعتها يبقى انا كسبت ان انا استخدمت دهون صحيه، ها؟ ما حطيت لهاش دهون تانية من عندي. ممكن احط لها ايه؟ معلقه زيت. بصوا دهونها قليله ازاي، بس مش عايزه اقول لكم شويه الدهون دول هم اللي بيخلوا طعم الحاجه حلوه وتتبلع، طبعا طريقه تسويتها. طيب تعالوا بقى نقول المقادير ونشوف ازاي هنعمل ستيك بالثوم والاعشاب وهنقدمه على شويه بطاطس بيوري النمائي تحفه بالمقادير اللي انا هقولها دي. اول حاجه عندي هنا البطاطس سلقتها اوكي، وبعدين هرستها، هحط عليها مكعبين زبده بس كده، ملح وفلفل اسود وشويه لبن، شكرا. تمام. هو حد قال البطاطس يا جماعه مش صحيه خالص؟ هو احنا قليناها؟ لا، لازم نشويات صحيه جدا. طيب نيجي للستيك. نص كيلو لحم ستيك هقطعه اوكي، مشروم جوليان تمام. عندي هنا برضو هحط زيت، ولو احتاجت زبده هحط مكعب او اتنين بالكتير قوي. وعندي توم، وعندي بقى اعشاب زي ايه؟ زعتر، روزماري، ملح وفلفل اسود، فصوص توم كده يترموا، انا عايز اخد نكهه. وكمان شويه زعتر مفرومين وروزماري مفروم. انا نسيت اقول لكم ان انا عندي سلطه كمان، سلطه الذره خطيره، بس خلينا دلوقتي في الطبق الرئيسي. الطبق الرئيسي بتاعنا. طيب انا هنا هستخدم ايه؟ هستخدم الستيك. طيب الستيك هنا انا اخترته يكون لحم انتركوت، وممكن جدا ان انا استخدمه ايه؟ لحم عادي اللي هو الفليتو، مش لحم عادي يعني، لحم الفليتو اوكي، او ممكن ان انا استخدمه، عارفين شرايح البوفتيك، بس اقطعها تخينه شويه، شرايح البوفتيك اقطعها تخينه شويه، او حته كولاطه برده من الحاجات اللي بتستوي معايا بسرعه، اي نعم ممكن تاخد لها شويه ميه لكن برده بتستوي معايا بسرعه. تاني الوصفه دي ينفع تتعمل بايه؟ بانتركوت، وطبعا ريب اي اكيد، والفليتو، وكمان الفليتو، وكمان ممكن اعملها بايه يا جماعه؟ بوش الفخده اللي هي بعمل بيها البوفتيك اوكي. طيب اول حاجه اروح احطها هنا الطاسه بتاعتي تسخن جدا جدا جدا، مهم قوي، واروح حاطه معلقه زيت زيتون واحده اوكي. وبعدين اجيب بقى اللحمه، عندي ممكن اقطعها وممكن اسيبها بحالها، بس في الوصفه دي هقطعها اهي كده. يبقى انا حطيت زيت زيتون. انت لو حتى هتحطي زبده فانت مش هتحطيها دلوقتي خالص، خلي بالك انا هقطعها بالشكل ده
مش هتحطيها دلوقتي ليه؟ عشان ما تتحرقش اهو. نبدا بقى نحط ده. اوكي تمام. دي كاني يا جماعه بشويها، كاني ايه بشويها اهي اهي كده، واقطع. اوكي يلا ونرمي هنا. بصوا بقى هي هتنزل دهونها، انا حاطه معلقه زيت زيتون بس هي هتنزل دهونها وريحتها بتبقى خطيره. يبقى انا كده استغليت زي ما قلت لكم حته الدهون اللي فيها اهي، انها هي اللي تدي لها طعم ومحتاجش ان انا احط دهون كتير. بس كده ونحط. طبعا انا عامله هنا بيمكن نص كيلو لحمه، وده بالنسبه لي كفايه قوي قوي. تمام. بصوا بقى باجي اقلبها الحلاوه دي. بصوا بصوا ما لزقتش ليه؟ تفتكروا ليه كده؟ ما نزلتش ميه ليه؟ تفتكروا ليه كده؟ وما فيهاش تحتيها دهون. بصوا ما فيهاش تحتيها دهون خالص اهي، ناشفه ليه يا جماعه؟ علشان الطاسه، عارفه والله حاضر، الطاسه عندي سخنه جدا، فبالتالي هتغلفها وتديها الطبقه الكراست المتينه. تمام. تعالوا نقول الو، ولا تنزل ميتها. الو الو يا ست الكل، الو طيب كلمينا تاني يا ست ام اسلام. تمام كده. بص اهي، بص على طول بتاخد لون، ولا نقطه ميه عندي هنا ولا نقطة، وريحتها خطيرة. طيب احط عليها ايه بقى دلوقتي اللي هيخلي طعمها وريحتها احلى من بعض؟ شوية هنا روزميري ورشة زعتر اهو، رشة زعتر حلوة، ورشة فلفل اسود حلوة كده، ورشة ملح. تمام تمام. قلبي بقى كله كده وارمي فصوص ثوم. بس بصي هنرمي فصوص ثوم بس بعد ايه؟ بعد ما نديها بصوا خبطه كده، يا اما بالسكينه اهي كده كده. انا ايه عايزه الثوم ينزل يدي ريحه ونفس كده، مش عايزه ثوم مفروم عندي هنا اهو. كام تومية اروح خبطاهم كده، الله يطلعوا النكهة اللي فيهم. تاني انا حطيت ايه؟ حطيت شوية زيت بساط جدا جدا، وبعدين حطيت اللحمة بتاعتي، وقلت لكم القطعيات اللي ممكن اعملها للوصفة دي. رقم واحد الانتركوت، ممكن ريب اي، بس لو لقيت الدهون كتير قوي، يعني هنا دهونها حلوة وانا استغلتها ان انا حطيت بس معلقة زيت زيتون واحدة، عندي الزبده اهي بصوا كتيره، بس انا ممكن ما احتاجهاش خالص. انا عايزه يا جماعه اسويها في دهونها، دي طعمها هيبقى احلى. حطيت بعد كده روزماري، حطيت زعتر، فصوص الثوم دقتها ورميتها. ونقول الو الو الو، ازيك حبيبتي عامله ايه؟ مساء الخير يا حبيبتي. يا مساء الفل، ايه اخبارك حبيبتي؟ وحشتيني وحشتيني والله العظيم بجد يا حبيبتي. وانت كمان ايه اخبارك؟ زي حبايبي. كنت الفتره اللي فاتت تعبانه والله. الف سلام عليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي لاولادك. كنت بتفرج عليكي والله دايما يا روح قلبي، ربنا يخليكي والله. ربنا يخليكي يا حبيبتي، وتسلم ايدك على حلقتي امبارح، سمعتها بصراحه يا روح قلبي يا روح قلبي. والله تسلم ايدك فعلا، يعني زي شبيهه من اللي بنعملوه بالظبط يعني بجد. طب والله دي شهاده الله. كبيره قوي والله العظيم يعني يا حبيبتي، وتسلم ايدك يا حبيبتي. تسلميلي 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 والله، فرحتيني جميع القناه اللي عندك والله حبيبتي. وانت كمان وحشتينا ومبسوطين ان احنا اطمنا عليكي، ده بجد عزيزه قلبك والله يا حبيبتي. والف سلامه عليكي حبيبتي والله حبيبتي. ربنا يطمنا عليكي دايما.
ربنا يخليك يا رب ويحسن ما بين ايديك ويخلي لك ولادك يا حبيبتي. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليك، ما تحرمش ابدا منك ولا من سمع صوتك. الله يخليكي. بقول يا شيخ سفيان، ليه عندك طلب بالله عليك؟ اه طبعا اتفضلي. ربنا يخليكي، عاوزاكي توصليني للاستاذة نشوى بالله عليك. استاذة نشوى؟ طيب حاضر، سيبي رقمك. حاضر سيبي رقمك. ماشي يا حبيبتي، نورتينا. طيب بصوا بقى، انا بقلب فيها، بصوا ما بتلزقش، مشوية مشوية يا جماعة، مش اي كلام اهي، وخطيرة. طيب هل اللحمة كده استوت يعني يا بيبا؟ اه اللحمة كده استوت يعني يا بيبا. بتاخد يا جماعة 3 دقايق من الناحية دي على 3 دقايق من الناحية دي، وممكن ارفعها وشكرا كده، دي بتبقى زي ميديم رير كده. طب لا انا عايزاها، لا ويل دان يا بيبا، هسيبها وهدي عليها النار شوية لمدة 3 دقايق تانية، يعني كلها على بعضها 19 دقايق، وتاخدي احلى طعم اللحمة. دي تنفع لايه؟ لثلاث حاجات، ثلاث قطعيات. الفليتو بتاخد وقت اقل من كده، وكمان اقدر اعمل بيها الانتركوت اللي احنا عاملين بيها، وشرايح الستيك اللي هي للبوفتيك، بس اقطعها تخينه شويه. اوكي، الثلاثه دول تنفع جدا مع الوصفه دي. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هرفعهم. معانا مين؟ ماشي يا ست ام شنوده. اي حبيبي، عامله ايه؟ انت عامله ايه يا روحي؟ وحشاني جدا. وحشتني 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 كتير. وانتي يا حبيبتي جدا جدا، ايه اخبارك وزي صحتك؟ الحمد لله يا حبيبي. انت عامله ايه؟ الحمد لله، عامله شويه لحمه بقى يستاهلوا بقك. ما هي باينه يا حبيبي، هم عايزين يتاكلوا على طول. اه بصي، لحمه مشويه كده، بصي في الطاسه، خطيره. اه حبيبتي تسلم ايدك يا حبيبي. ولا انا عملت، بصي كمان مخلل الليمون مالوش حل. يسلم ايدك يا حبيبتي. الله الله الله، تسلم ايدك انت يا حبيبتي. والزيتون عملتيه ولا لسه؟ انا عملت الاسود، عامله زيتون اسود، عملت ما جبتش اخضر. الله الله الله، تسلم ايديك يا حبيبتي، وتعيشي وتعملي. تسلم ايدك يا حبيبتي، كل ما اشوفها اقول تسلم يا روح قلبي. تسلمي، الليمون شكله جميل كده وخطير صدقيني. يا حبيبتي تسلمي، وتعيشي وتعملي، وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا قلبي، وربنا ما يحرمنا منك ويديك الصحه والعافيه يا رب كده، وتفرح باولادك. ولا تحرم منك ابدا يا حبيبتي، ودايما سامع صوتك بكل خير. الله يخليك، وسلمينا على اللي عندك كله، مرانا ورحمه وكله. يوصل يا حبيبتي، يوصل يوصل يا حبيبتي. وبشكرهم كتير صدقيني، اخلاق كده وذوق ومنتهى الجمال والله. يا روح قلبي، ما تستاهلوش اقل من كده. ربنا يخليكم لينا يا حبيبتي. شكرا يا ماما، ربنا ما يحرمنا منك يا سيدي. حبيبتي يا رب. دايما سامعه صوتك بكل خير يا روحي. مع السلامة. مع ألف سلامة يا حبيبتي، مع ألف سلامة، مع ألف سلامة. بصوا أنا عملت إيه، شلت اللحمة خلاص، حطيت إيه، مكعب زبدة، اتنين على فكرة مش كتير، وبعدين حطيت هنا المشروم، وبعدين حطيت الثوم. أوكي، ونقول ألو يا مدام منى. ازيك يا بيبيان؟ ازيك يا حبيبتي، عاملة إيه أخبارك؟ وحشاني والله. وانت كمان يا حبيبتي. الله يخليكي، من ثاني مره وثالث مره كنت بكلمك يا حبيبتي، منوراني ومشرفاني. الله يخليك، انت عملتي الجمله القديمه تحفه تحفه تحفه. حبيبتي بس اسالك سؤال، اتفضلي. والحلبة، انا ما شفتش انت حطيتيهم في الجبنه ولا ايه؟ في الاخر خالص حطيتهم على الوش، بس ممكن تحطي حلبه في الـ في الـ في الـ في الخميره. يعني ممكن ترمي حلبه في الخميره، بس انا لا، انا حطيتهم على الوش. هي يعني من غير ما اربطهم في سله او حاجه، احط ترمس كده. ترمس وحمص على الوش اللي مش على طول. يسيبك يسيبك حبيبتي، ما شاء الله، والقناه جميله يا روحي، وادائك وشغلك واكلك ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك يا فيزيان. حبيبتي والله انا فرحانه قوي بردود فعلكم على الوصفة البسيطة دي، وده ان ده اللي يدل ان احنا والله يا بيبيان والله جميلة، يعني جميلة جميلة. انا مبسوطة قوي قوي والله، ان انتوا قد ايه عجبتكم الوصفة، وحقيقي اخدت يعني وبتعيشي وبالكلام وبتوضحي يا حبيبتي ده صح وده غلط، وحطي ايه، وبتقولي البدائل، وبتقولي كل حاجة. انا مبسوطه قوي، انا مبسوطه جدا حقيقي، مبسوطه جدا 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 انها عجبتكم.
شكرا يا حبيبتي، انا اللي بشكرك، مع الف سلامه يا حبيبتي. والله مبسوطه جدا، مبسوطه جدا من امبارح على ردود الفعل الرهيبه للوصفه البسيطه دي. يعني سبحان الله، اللحمه ما تاخدش ربع ال 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 النجاح اللي تاخده برطمان جبنه، جبنه قديمه، ما هي مش اي جبنه يا جماعه. ده يعني ان ده اللي يدل ان احنا شعب لا يعني نحب كده نعيد ونزيد في اكلاتنا التراثيه اللي احنا تربينا عليها. بصوا ممكن ما نشتهيش حته لحمه، بس لا المش والجبنه القديمه لا، ده بالنسبه لنا ايه الاكله الحلوه. ده ان ده اللي يدل ان احنا شعب شبعان كده، عارفين اللي هو لا، الاكله الحلوه بالنسبه لنا مش انها تكون متكلفه، مش انها تكون سفره رهيبه، لا، اللمه والاكله الحلوه اللي احنا بس بنحبها، اللي احنا عايزينها، مش مهم هي ايه، المهم نكون احنا نفسنا فيها وبس. والله مبسوطه جدا جدا جدا، كله امبارح يقول لي يا فيو مش ممكن، عايزين نمد ايدينا كده وناكل معاكي. اتفضلوا والله يا جماعه اتفضلوا. طيب انا هنا خلصت خلاص، الصوص خلص معايا، عملت ايه؟ حطيت المشروم خلاص معايا، شويه ثوم، وحطيت شويه لبن. بصوا الصوص عندي عامل ازاي، خطير تمام. طب هقدمه ازاي بقى؟ هقول لكم بس بعد الفاصل، استنونا. بصوا بقى ما لقيتش احلى من شويه بطاطس اقدمهم مع الطبق ده. ليه؟ على فكره بتتقدم كده في المطاعم، ماشي، بتتقدم كده في المطاعم. اللحمه استوت جدا، وعايزه اقول لكم شويه العصاره اللي بينزلوا من اللحمه دول، ماشي يا جماعه، عشان ايه؟ ده مش دم ابدا، اوكي، دي ايه؟ دي شويه عصاره. دول بقى فيهم البهريز كلها، يعني دول لما نحطهم هنا، عارفين الطعم المميز جدا 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 لما بناكل الاكله دي بره، بنقول الله طعمها حلو قوي كده. ليه؟ ده بسبب يا جماعه ان هم بيستخدموا المرقه الطبيعي دي اهو. اولا زي ما انتم شفتوا كده، انا عاملاها في طاسه واحده، طاسه واحده، في اسهل من كده؟ وصفه مستعجلين تمشي، وصفه ست راجعه مهدوده من شغلها هي وعيالها من المدرسه، ماشي، زي حالتي كده، اوكي، تدخل مش عارفه تعمل ايه، هوب على طول اللحمه دي او الوصفه دي تسد معاكي جدا. تقدميها جنب شويه رز ابيض، تقدميها مع بطاطس بيوريه، تحفه. طيب هعمل ايه؟ عندي البطاطس هنا مسلوقه حلو جدا، اوكي، هروح عامله التالي، حتى مكعب زبده. يبقى انا كده استخدمت قد ايه يا جماعه زبده؟ مشي على كل الكمية دي تقريبا مكعبين، ما استخدمتش اكتر. وكمان هروح حط عليها شوية لبن. وبصوا بقى هعمل ايه، هروح واخدة معلقة من الصوص ده عليها كده، مشي، انا بربطهم ببعض. وهروح رشة ملح بسيطة قوي، وعلى فكرة ممكن ما احط الزبدة خالص، اوكي، ورشة فلفل اسود. وتعالوا نهرس بقى كل ده تاني، احنا هرسنها ونهرسها تاني، ملح وفلفل اسود، اوكي. وممكن نحط حتة ثوم برضو صغننة كده، بتبقى حلوة قوي. ونقول الو يا ست ام اسلام. الو يا نجمة النجوم. ايها روح قلبي. دي كلمة فعلا بدأ في الكلمة دي حبيبتي، ربنا يخليكي والله. ربنا يخليهولك حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. عاملة ايه؟ الحمد لله حلوة. عاملة ايه النهاردة؟ أحسن؟ أحسن الحمد لله. طيب يا روحي، يا رب دايما، يا رب دايما. تسلمي. الطبق ده أنا مستنياه بس كده، ديليفري شبرا، ديليفري. أنا عاملة محشي ورق عنب، فأنا محتاجة الطبق ده. طب إيه رأيك نعمل ديش بارتي؟ أجيلك أنا بالطبق ده وأنتي تحطي الورق وكده، نشرب. وعاملة فلفل
وورق عنب، وكمان كان نفسي في القلقاس وعملت القلقاس. الله بقى الله بقى الله، لا انا جايب اكلي هقدمه لك على طبق من فضه واخد الورق العنب. بس انت تعالي والله العظيم، يعني ده انا فرش لك الارض ورد وكل دايما عامل دايما عامل، واحنا هنطلع رحله مثل واحده كمان إن شاء الله. يعني انت والكرو كله يا روح. لا كفايه عليك انا ورنا. لا لا رنا دي، رنا دي قلبي من جوه والله. حبيبتي ربنا يخليك يا رب ويديك الصحه يا رب، وتعيشي وتعملي ودايما عامل يا حبيبتي. تسلمي. عايزه بقى اقول لك ان شويه ورق العنب دول عايزين شويه لحمه مشويين زي دول. بالظبط كده، وشكرا كده. بس كده، بس اكتر من كده. طب ايه رايك خدي انت الورق العنب واللحمه وانا هاخد طبق مسم اللي انت عاملاه. اسكتي. جميل جميل بجد، تسلم ايدك بجد. قعدت انا بقى ورنا ضربنا ضرب بعد الحلقه. طب انت عارفه، انت عارفه لما انا شفتك طلعتي طبق من المش اللي انا عاملاه اصلا. والله عايزه اقول لك ناس كتير قوي يا بيبا انت فتحتي نفسنا قوي، احنا عايزين دلوقتي نعمل ايه يا جماعه؟ ما هي الاكلات دي هي اللي بتفتح النفس، هي اللي بتاكل فعلا. اللحمه اللحمه لا. لا ولا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه خالص. فعلا الاكلات دي بتبقى جميله قوي، بتاكل. ده حقيقي، ده حقيقي. لا بس امبارح كنت عاملاه حلو جدا. تسلم ايدك. شفتي الخميره لونها عامل ازاي؟ رهيبه. تسلم ايديك بجد والله. يا روح قلبي. تسلم ايدك يا حبيبتي، ودايما بالنجاح لنجاح حبيبتي. يا نجمه النجوم. يا روح قلبي ربنا يخليكي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي ويخليكي لينا دايما كده. اما تعالى بوصفاتك الجميله حبيبتي. ربنا يخليكي. سلامي لكل كرو البرنامج ورنون حبيبتي. يوصل يوصل يا روح قلبي يوصل. شكرا يا حبيبتي. دايما منورانا كده. ميرسي يا حبيبتي. شكرا يا قلبي. مع الف سلامه يا روحي. مع الف سلامه. بصوا انا بعمل ايه، حطيت البطاطس بعملها كده علشان هقول لكم انا هعمل ايه. انا هحط اللحمه الاول، ماشي اهي. على فكره اللحمه دي كمان غطوها اول ما تخرج من، يعني اول ما نرفعها من على الطاسه ممكن تغطوها بشويه يعني شويه بالفويل كده اوكي، وبعدين تبداوا تقدموها زي ما انا بقدمها كده. طب ده ليه؟ عشان الناس اللي بتحبها مستويه اكتر من ميديم رير هي هتستوي وهي في الطبق يا جماعه، هتكمل سواها بالتغطيه دي اوكي. طيب وبعدين عندي بقى شويه الصوص الايه اللي احنا عاملينهم بالمشروم دول. نعمل ايه؟ سخنه جدا، نروح عاملين كده. بصوا بقى المشروم ده نحطه على اللحمه بالصوص وتحتها البطاطس. وقولي لي يا اسراء ايه رايك؟ يا اسراء يا اسراء اسراء انا سامعه صوتي يا اسراء. انتي مستمعيني؟ ازيك يا روحي عامله ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ حلوه؟ بقول لك ايه رايك يا اسراء في اللي انا عاملاه ده؟ لا بصي يا اسراء عشان نكمل المكالمه حبيبتي لازم توطي التلفزيون خالص وتسمعيني من التليفون. الو ايه مع حضرتك؟ ايوه انا بحب حضرتك جدا يا روح قلبي، من القلب للقلب يا حبيبتي. تكلميني منين؟ من انا. اهلا بيك يا روح قلبي بكل اهل انا الجمال. اهلا بيك يا روحي والله، منوراني ومشرفاني. انا بحب البرنامج بتاعك ودايما بتابعك دايما يا روح قلبي. ده شرف ليا، ده شرف كبير قوي ليا بجد، ما اتحرمش منك ابدا. ربنا يديك على الجمال ده كله يا روح قلبي. والله انا اللي بشكرك، بشكرك على مكالمتك وعلى كلامك الحلو. وعايزاكي بقى تجربي الطبق الرهيب ده اللي بصي ما اخدش كده في تحضيره، ومقاديره بسيطه اهي، ونص كيلو لحمه بس. بصوا عملنا طبق مطاعم ازاي يا جماعه، مش يكفي عيله، ده يكفي عيله بكل اللي احنا مقدمينه معاه بشويه المشروم بالبطاطس. لا يكفي. وعايز اقول لكم زي ما بقول لكم ممكن نقدمه مع رز، رهيب رهيب رهيب. بصوا ايه الحلاوه دي، تحفه. ولا ايه رايك يا مدام مرفت؟ دول ياسمين. ازيك يا روحي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. اخبارك حلوه؟ الحمد لله نحمد ربنا. يا رب دايما
انت اخبارك ايه؟ تسلم ايدك على الحاجات الحلوه الجميله قوي 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 دي. تسلمي لي تسلمي لي، ربنا يخليكي والله، ودايما كده الحاجه تعجبكم. لا تسلم ايدك بجد، ودايما لقدام، وربنا يوفق كل الجروب يا رب. يا روح قلبي ربنا يخليك والله، بنشكرك من كل قلوبنا. ايه رايك، جبنه قديمه ولا طبق اللحمه ده؟ لا الجبنه القديمه. شفتوا شفتوا، انا بقول لكم احنا شعب شبعان والله. الحاجات دي تفرقش مع الدنيا، بس طبق جبنه قديمه وشويه خضار وعيش بلدي او فطير وركنونا على جنب، احنا هنشبع. حبيبتي والله مبسوطه جدا ان هي عجبتك. جميلة جدا جدا، يعني شكلها متبلة خفيف وأكل خفيف، مش حبيبتي. مش تقيل على المعدة يعني. لا خالص خالص، خفيفة جدا، واللحمة شوينها في دهونها البسيطة، معلقة زيت زيتون، حاطين مشروم عشان نزود القيمة الغذائية ويسد معانا، لأن احنا مقلي. كنت عايزة أسألك على حاجة. اتفضلي. أيوة أنا معاكي. ليه حطيتي في المخلل اللي قلتي يتحط بسرعه انه يتعمل بسرعه، ليه حطيتي ورق لورا؟ بيعمل ايه الورق لورا؟ بصي الورق اللوري هو احنا بنحطه ليه في اللحمه؟ ليه؟ بيسرع يعني؟ بيسرع السوى. بيساعد على السوى؟ جدا. جدا. فلما بنحطه كمان في الخيار هو بيساعد على التسويه بسرعه. دي فكرة ورق اللوري، وطبعا هو بيدي نكهة وريحة حلوة. أيوة أيوة. ولكن هو أساسه أنه هو بيساعد على التسوية بسرعة. أيوة أيوة. بس فبيبقى فارق جدا. والكرفس طبعا نكهة. تسلمي لي يا حبيبتي. الله يخليك. أنت كنت عايزة المقادير تاني، وصلت لها. أنا اكتشفت أن أنا كنت نسيت أقولها لك. صح. بصي إحنا غلينا المية. أوكي. وبعدين قطعت الخيار أو سبته بحاله براحتك. أيوة. على حسب انت عايزه تاكليه دلوقتي ولا بكره ولا بعده، على حسب. بتقطعيه لو انت عايزه تاكليه حالا. اوكي. بتسيبيه بحاله لو انت اوكي ممكن يوم اتنين ما عندكيش مشكله، وتطلعيه تقطعيه بعد ما يتخلل. ممكن تروحي مدياله غزغزه كده لو برده عايزه تسرعيه شويه، بس مش عايزه تقطعيه. تمام. عندنا هنا الميه بقى، نحط فيها ايه؟ لكل كوبايه ميه معلقه ملح. اوكي. ده لو عايزه حالا. طب انا لو عايزه اقعده حبه، يكل كوبايتين ميه معلقه ملح بس كده. بحط له ثوم متقطع شرايح، بحط له نص كوبايه خل، وبحط له كمان ورقه لوري وكرفس، ممكن ذره كركم بسيطه جدا تدي لون خطير، وبالف هنا. يبقى مع السكر مهم جدا، معلقه سكر. ليه؟ بيحافظ على القرشه بتاعه الخضار معانا، وما يخليهوش يبوظ، بيعادل يا جماعه كميه الملح اللي محطوطه. بس كده بنقلب كل ده على بعضه، ونحط بقى على الخيار في البرطمان. شكرا، انت بتاخدي احلى خيار مخلل حالا. ايه لانه معايا كمان الفلفل تحفه. طيب تعالوا نقول مقادير السلطه وبعدين نكمل تليفوناتنا. يلا بينا يلا بينا. عندي هنا شويه سلطه يا جماعه، هي الاساسي فيها الذره. الذرة من الحاجات يا جماعه اللي هي حلوه قوي وطعمها حلو قوي قوي. اوكي. والذرة موجوده، احنا ممكن نجيب كوز ذره من راجل اللي هو بيشوي الذره عادي واقف في اماكن كتير، وناخده ونلفه بورقه فويل وزبده وندخله الفرن او نحطه في ميه. تمام تمام. وبعدين هجيب كوبايتين ذره وشويه ملح وبابريكا وشطه فلفل رومي وطماطم وشويه هالبينو وبصل اخضر، ثوم مفروم، كزبره خضراء، واعمل لها دريسنج عباره عن ايه؟ زبادي، مايونيز، وهوت صوص، ممكن سيراتشا، شويه زيت زيتون، عصير ليمون، ملح وفلفل اسود. تاني نقول تاني، دي سلطه الذره، انما ايه؟ خطيره، سبايسي كده وتليق جدا. ممكن احط لها بروكلي مسلوق هتبقى تحفه، بس بروكلي هنقطعه صغنن جدا. اوكي. عباره عن ايه؟ ذره هاخد منها كوبايتين ملح وبابريكا، شطه، فلفل رومي، طماطم، هالبينو، بصل اخضر مفروم، ثوم مفروم، كزبره، زبادي ومايونيز وسيراتشا وزيت زيتون وعصير ليمون وملح وفلفل اسود. اوكي اوكي. هعمل ايه؟ اقول الو يا حاجه نعمه. يا حبيبه قلبي يا روحي، انت صباحك فل وهنا وسرور. انت اللي صباحك وردي يا حبيبه قلبي. عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك؟ الحمد لله يا حبيبتي. تسلم ايدك على الطبق الاولاني ده، العجينه يا بيبي.
ايه رايك؟ انا عارفه انت بتحبي الحاجات دي. ايوه بجد. انا بقى أنا دلوقتي انا عارفه انت بتحبي الحاجات الصحيه كده اللي فيها الخلاصه كلها، صح؟ اه هي دي هو الطبق ده ينفعني يا بيبي. اتفضلي اتفضلي. طبق خطير بجد. تسلم ايديك. هيعجبك جدا. تسلمي. اه انا بحب المشروم وبحب اللحمه كده يا بيبي بقى بجد، برضو مشويه كده، لان انا ماليش في الصلصه برضو يا بيبي. ايوه ما انت قلتي لي. ربنا يديكي الصحه. روحي شفتي ست مواليد امبارح. انا عايزه رقمها فعلا. طب خديه من رنا. طيب هي لما تتصل تاني ولو سابت رقمها انا هي تقريبا رقمها مع الكنترول مش معاكي؟ ان شاء الله. طب خلاص استني يا بيب. يا روح قلبي ده انت تسلم ايدك على اليوم بتاع امبارح دوت يا بيب. يا روح قلبي انا عارفه والله ان انا عايزه اقول حاجه صغيره بس يا بيب. انا هقول للناس اللي بتحبنا كلنا، انا اللي طالبه ان انا ما اغنيش تاني، علشان انا معلش كلها شهرين ثلاثة وداخله على عمليه، هعمل عمليه وعايزاهم يدعوا لي بس. يا روح قلبي ربنا يديك الصحه. وانا مش قادره اغني تاني لسبب واحد بس، لان انت ما منعتنيش، ولا صحاب القناه ولا الاداره ولا اي حد منعني. انا بس عايزه اقول ان وقتك بس وقتك ساعه واحده، فعايزه فعلا الناس عندها حق يا بيبا ان ياخدوا وقتهم انه يستمتعوا بان يستفادوا عايزين يسمعوكي في ان انت بتقولي الوجبه ازاي او بتدي الوصفات يا ازاي. روح قلبي. هم يا روح عندهم قلبي. حق يا بيبا. يا روح معلش. قلبي يا روح قلبي والله على راسي. انت عارفه غلاوتك عندي. انت عارفه انت غاليه عندي ازاي. انت عارفه انا بحبك ازاي بجد. ربنا يخليكي. انا بموت فيكي يا بيبا. وانا بموت فيكي. وانا صديقه البرنامج لحد اخر يوم في عمري. يا روح قلبي ربنا يديكي الصحه. داخله عمليه ايه؟ طمنيني عليكي. وانا مش زعلان. انا داخله اعمل منظار، لان انا ليا كل سنتين ثلاثه منظار. يا روحي. انا عايزاكم تدعوا لي بس، وهبقى معاكم دايما، ولو غبت عنكم دايما افتكروني ودايما ادعوا لي. يا حبيبتي ربنا يديكي الصحه يا رب وطول عمر. بس لا تكلميني كل يوم. عيني يا حبيبتي والله اكلمك طبعا. ما إيه اقدرش ما اقدرش ما اسمعكيش. ايوه وانا ما اقدرش ما اسمعش صوتك كل يوم. ما اقدرش يا حبيبه قلبي. ده انت غاليه عندي يا بيبي. وانت جدا انت جدا غاليه عندي جدا قوي. ربنا يعلم انا بحبك قد ايه. انت زي دنيا وزي ناني ولادي البنات. يا روح قلبي ربنا يحميهم لك يا رب. يا رب يا حبيبه قلبي. انت احلى ام في الدنيا. يا روح قلبي يا عينيا يا عينيا يا اغلى بيبه بالدنيا. بحبك وانا بموت فيك يا روح. يا روح قلبي. ولو ليا عمر هكلمك على طول. طبعا يا حبيبي. طبعا ربنا يديك الصحه وطولة العمر يا حاجه نعمه. يا رب خليكي لولادك ولحبايبك ولينا. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي يا روح قلبي. يا روح قلبي نورتينا وشرفتينا. وتسلم ايدك يا حبيبتي. يا روحي تسلميلي على الحلقه الجميله بتاع. خلي بالك انا باخد منك وصفات لو انا مش هاكلها بقولها لاولادي. يا روح على فكره قلبي. احنا عملنا الكيكه اللي بالبسكوت. اللي هي ليزي كيك. ايوه اللي انت عملتيها وحطيتي لبن وكاكاو. ايوه دي خطيره. عملناها يا بيبا. عملناها حلوه قوي فعلا. انا بحبها جدا الوصفه دي مع انها قديمه. بقى باخدها منك لاولادي حبيبتي. ربنا يديكي الصحه. لو انا الصحة. مش هاكلها بقى. على فكره انا في حاجه كده يا بيبا. قوليلي. ان انا ما فيا طبع كده ممكن يكون في بعض ناس. قوليلي. انا ما باكلش. بعمل اكل. بحب المطبخ. احب اقف اطبخ. لكن اكل الناس ببقى سعيده لما حد ياكل. ايوه انا كده اللي احبه اكله. اللي احبه اقعده على رخامه المطبخ. اللي هو اقعده كده عندي في قدام المطبخ واطبخ له. المرض بتاعي انا يا بيبي عارفه زي مين؟ ايوه عارفه الاميره ديانا. يا روحي طبعا. لما كانت ترجع تاكل وترجع. انا فيا المرض ده يا بيبي. حبيبتي الف سلامه عليكي. انا بقى محرصه من الاكل قوي قوي. خلي بالك يا روح قلبي. الف سلامه عليكي. ربنا يسعدك ويعلي مرادك يا روح قلبي. بموت ويا فيكي. ويا رب تكملي بقيه السلالم بتاعتك يا بيبي. يا رب يا روح قلبي. ربنا يخليكي. احسن واحده واحسن بيبه. بس دايما افتكرينا. ايوه طبعا. يا نهار ابيض. لا طب انتوا اساس كل حاجه. انتوا اساسي. انتوا ظهري. انتوا سندي. انتوا انا بسببكم موجوده في المكان ده. ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. ويخليكي لينا دايما العمر كله. بصوا انا حطيت ذره وبصل وفلفل هاليفينو وحطيت فلفل رومي وحطيت طماطم وطبعا الذره. تعالوا بقى نكمل. هنشوف هنحط ايه تاني بعد الفاصل. استنونا.
بص بقى، احط زبادي عليها واحط مايونيز معلقه واحده مش اكتر، خلاص معلقه واحده. طبعا في مايونيز لايت يا جماعه اصلا يعني. ونحط بقى شويه ليمون حلوين كده، ونحط شويه هوت صوص يحللنا الموضوع، وشويه خضره، وشويه شطه، ونحط بالراحه كده علشان ايه ما نعطس. ونحط رشة فلفل اسود، ونحط رشة ملح بسيطة، ورشة بابريكا كمان بسيطة، ورشة كمون بسيطة بس كده. وتعالوا نقلب اهي. يلا بصوا بقى، خلاص انا دي خلصت. تخيلوا السلطه وحلاوتها وخلصت اهي. ونقول الو يا ست ام جرجس. انتي نسياني خالص يا ست. انا ما اقدرش انساكي، انا ما اقدرش. عامله ايه يا حبيبتي؟ لا ده السيجنال وحشه جدا. انا مش معاكي كده، انا مش سامعه خالص. سامعيني يا جماعه؟ بقول لك النهارده جت معايا صدفه. النهارده جه معاكي صدفة؟ دي أحلى صدفة دي ولا إيه؟ كل يوم أرن، كل يوم أرن. حبيبتي دي أحلى صدفة دي ولا إيه؟ دي صدفة حلوة جدا. عاملة إيه؟ إيه أخبارك؟ التليفون اللي جرى. الجبنة القديمة بتاعتك أول مرة أعرف إن المشي بيتعمل على النار. شفتي بقى؟ صدقيني انا اعرف ان هو بيتباع وبجيبه بالغالي. شفتي بقى؟ انت بقى 100 100. شفتي لونه قبل ما يختمر؟ واخده بالك؟ ايه يا سيده؟ عايزه كوبايه. لا المش جميل. كبيره. شفتي لونه قبل ما يختمر؟ لا لا جميل جميل جميل. بوري جوزي بفرجه عليك الساعه 4. قال لي الله ده جميل جدا. ده جميل. قلت له لا ده انا هحكيهولك. ده جميل. ده ما حدش يتفرج على الحلقه دي بالليل خالص، دي مشكله. طب ازاي يوم الحد دي جميله؟ دي خطيره، مش عايزه اقول لك، تحفه تحفه. لا جميله. لازم مكيفين الجبنه بقى. انا النهارده كلنا، عايزه اقول لك تقريبا الشعب المصري كله الا قليله الا دينا. دينا هي اللي ما رضتش تاكل معانا الجبنه بس. لكن كلنا، مش عايزه اقول لك، كان بالنسبه لنا امبارح حفله. حفله جميله 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 امبارح. حبيبتي انت اللي جميله، والله انت اللي جميله يا حبيبتي. ربنا يخليك. مبسوطه جدا ان الوصفه عجبتك بجد، مبسوطه جدا. ربنا يخليكي ودايما كده سامعين صوتك بكل خير. طيب تعالوا نجيب اخر حاجه معانا وهي الحلو. بص انا عندي حلو النهارده حلو قوي، عباره عن ايه؟ بودنج شوفان. البودنج ده انا بعمله قبلها بليله، ماشي؟ بعمله قبلها بليله. مقاديري ايه؟ يلا بينا. بجيب الكوبايه بتاعتي دي وبحط عليها، بحط فيها شوفان، بحط لبن، بحط عسل ابيض، بحط معلقه كبيره كاكاو، بحط زبادي ورشه قرفه، وانا باكلها الصبح احط شوكولاته سايحه. تاني بس دارك. تاني ده بودنج شوفان، ما بحطوش على النار، بحط كله على بعضه. هنا مقاديري ايه؟ شوفان حبه كامله، لبن، معلقتين كبار عسل ابيض، ومعلقه كبيره من الكاكاو الخام، وكوبايه زبادي، ورشه قرفه، وللتزيين شويه شوكولاته دارك. بصوا بعمل ايه؟ ده انا هاكله الصبح، ده انا هاكله الصبح، اوكي؟ فهجيب عندي الكوبايه دي واحط كده، ده ايه؟ الشوفان، اوكي؟ متاح لينا ان احنا ناكل في الفطار 4 معالق حلوين اهو. وبعدين اروح حط عليه اللبن كده. خلوا بالكوا انا بحط اللبن اهو حبه حلوين. ليه؟ لانه هيشرب. وبعدين احط هنا بقى الكاكاو اهو،
خام ورشه قرفه بسيطه كده بتديلها ايه طعم مميز. وبعدين هحط العسل الابيض تمام كده، وهحط كمان زبادي اهو، وهقلب كل ده ماشي اهو، كل ده يتقلب، مهم جدا نقلبه علشان الكاكاو مع الزبادي مع العسل ميبقاش رقات. ايوه شايفين كده يدونا ايه اهو. وعلى فكرة ممكن اسخن اللبن اهو، ممكن جدا اسخن اللبن علشان الكاكاو يدوب معايا بسرعة. بصوا بقى عندي عامل ازاي. تاني يوم ده انتم مش هتشوفوه، هتلاقوه كله بقى واحد، كله بقى واحد، وكمان بيبقى كأنه مختوم كده. هو ده اللي انا عايزاه، ان هو يبقى مختوم تمام. طيب وبعدين اروح جايبة بقى، بس نمسح الكوبايه حلو اهي زي الفل، وقلبت العسل وكل حاجه، بس سخنوا اللبن كمان علشان تنجزوا اسرع. اروح بقى جايبه الشوكولاته الدارك اللي انا مسيحاها ونازله كده. الله، وادعولي ادعولي على، مش عايزه اقول لكم الحلو ده اهو. مبسوطه جدا انا كنت معاكم النهارده، مبسوطه مكالمتكم ومداخلتكم وتشجيعكم وحبكم. بجد بجد انا بحبكم من، انا عايزه كده انا بحبكم من كل قلبي. واستنونا بكره ان شاء الله، هتلاقونا في نفس ميعادنا من الساعه 1 للساعه 2، والاعاده الساعه 4 صباحا. باي باي يا احلى ناس في الدنيا.